يعني كل شويه بتتكلموا على الجمهور جمهور جمهور، احنا 11 ضد 11 في الملعب يا جماعه، مفيش حد هينزل في الملعب يعني. لو حد نزل في الملعب ده اكيد عيب في الشعب المغربي وعيب في الامن اللي عيب في الامن اللي موجود. ده الموضوع، انا مش عارف انتم متعصبين. بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك. الله يخليك، الله يخليك، ما تقطعش. مش عارف ليه انا برد على سؤال زميلك، مش عارف متعصبين ليه بتتكلموا بحديه، مش عارف ليه هنتكلم بروحنا والامور كويسه، مش عارف ليه. الموضوع الموضوع سهل وبسيط، الموضوع سهل وبسيط. انتم متعصبين، باين عليكم جدا ان انتم متعصبين يا جماعه والله. لا إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.